إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وبما فيها الجريمة الإلكترونية على مستوى قطاع اختصاص أمن ولاية برج بارار، إذ تمكنت عناصر مصالحي بالأمن الحضاري السادس بوضع حد لشبكة إجرامية قامت بإنشاء شبكة ومنظومة أرضية تلفزيونية لأجل تشفير القنوات التلفزية. في هذا الإطار تمكنت عناصر مصالحي من استرجاع جميع هذه الوسائل والأجهزة المستعملة في هذه الجريمة، وذلك بالتنسيق الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بارار في انتظار تقديم الأطراف أمام النيابة المحلية.